بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فارس وفارس وفشل. مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون فيفا 21، كيف تجيب لاعب نادي الهلال سابقا الأسطورة طارق التايب. فأتمنى أهم شيء اسمعني لنهاية المقطع يا أخي. اسمعني أباك، إذا كنت جديد على القناة اشترك، خلينا نوصل 100,000 قبل 2022، ما راح تخسر أي شيء. ثم فعل جرس التنبيهات عشان تكون أول من يشوف المقطع. الشيء الآخر، اسمعني لسه ما خلصت كلامي، اضغط زر لايك خلينا نوصل 500 لايك هذا المقطع و1000 لايك. الشيء الاخير، حسابي في انستغرام راح تلقوه تحت فارس اوفشل شرطه تحت. سوي هذه الاشياء كلها وبس تسلم يا اخي على المجهود اللي انا قاعد اسويه. اوكي خلينا اخوان وصريحين مع بعض وصادقين. يقول لك كذا كذا كذا. طيب على العموم، هذا سلسله جديده حاب اسويها بالذان، وراح نجيب لعيبه اساطير ونسويهم زي كذا. فاتمنى طبعا ما احد يقلد دي السلسله، مو حلو التقليد، خلي الواحد يدور الفكره جديده. انا اوجه يعني لاي شخص عنده قناه وحابب يقلد ذي الفكره، اتمنى ما تقلدها لانه خاصه فيني. طيب طولت كثير في الكلام، نبدا في الشرح. اول شيء طبعا نروح تصميم اللاعب. طيب بعد ما نروح لتصميم اللاعب، يجيك لاعب يعني لاعبه انثى او لاعب ذكر، فتختار ذكر، شيء طبيعي. اوكي الان طبعا تختار شكل اللاعب وجسم اللاعب، اختار ذا اللي في النص واحنا نضبطه وكل شيء. اول شيء طبعا الاسم الاول راح تلقاه مكتوب اي اسم، انت ايش تسوي؟ تحذف الاسم هذا وتكتب طارق بالانجليزي زي كذا. ان شاء الله انه انا ضبطت الاسم، انا بتاكد من الانجليزي. دقيقه خليكم معايا. التايب اوكي، حلو. انا تاكدت الان كذا ينكتب اسم طارق. بعدين التايب تنكتب بهذا الشكل زي ما شايفين، لا حتى مو ال، لا ال تايب اللي هو يعني. طيب هم كذا كاتبين بالانجليزي طارق الطايب التايب، خلوني اكلج حسبي الله ونعم الوكيل. معروف باسم ال تايب، والله خطيرين فيفا، الله يسعدكم يا شيخ. طيب اللهم صل وسلم على نبي محمد. اسم التعليق ان شاء الله نلقى حرف التي. اوكي ما في اسم تعليق، اذا اسم الطقم التايب. اي نعم التايب. طيب الان نروح على التفاصيل اللي هي حقه الرقم والى اخره. فانا اللي اعرف انه طارق التايب كان ماخذ رقم 14، راح اتاكد منه الحين. الجنسيه طبعا تدور على ليبيا. وين ليبيا يا طويلين العمر والسلامه؟ طبعا هم حاطين على حسب القارات، فخلينا ندور على ليبيا مع بعض. ليبيا ومصر راح يكونوا جنب بعض ومعاهم عدة دول، فان شاء الله نلقاهم. اوكي طبعا طارق التايب لاعب كبير جدا ومحبوب الملايين بكل امانه، هذا لقب معروف عنه. انا صحيح ما عاصرته وزي كذا، ولكن طارق التايب شخص جدا محبوب من جمهور الهلال ومن اغلب العالم. لاعب يستحق الاحترام، لاعب مثل طارق التايب يستحق الاحترام تماما. وانا اعتذر انه احنا قاعدين نطول، بس والله ليبيا ماني ملاقي الجنسيه الى الان. خلينا نطلع فوق ان شاء الله انه نلقاه، لانه ما شفت لا مصر ولا تونس ولا الجزائر هنا. فخلينا نطلع فوق. ايوه حلو، ان شاء الله راح نلقاه هنا. طيب اي نعم، خلاص قربت ليبيا زي ما شايفين. المغرب، موريتانيا، مالي، هذه هي ليبيا. حلو. الفريق طبعا اللي هو الزعيم نادي الهلال، وين اول اسم في القائمه. حلو. سنه الولاده، انا طبعا مدقق على اصغر التفاصيل. اللاعب مواليد 1977. طيب هو من مواليد شهر فبراير. طيب ايش اليوم يا فارس؟ اليوم اللي انولد فيه طارق التايب كان هو يوم 25. فهذه هي تفاصيل طارق التايب اللي هي الخاصه، اللي هي عيد الميلاد والجنسيه ومن هذا الكلام. فبس انا بتاكد من قصه الطقم. اوكي طارق التايب نعم كان ماخذ رقم 14. اذا خلصنا من هذه التفاصيل، الان ندخل على التفاصيل المهمه اللي هي تفاصيل الوجه والطول، واللي يعني مره مهمه الصراحه بكل امانه. اول شيء عندنا طول اللاعب. طارق التايب طوله يا طويلين العمر والسلامه هو 176. 176 طول طارق التايب. طيب وزنه كم يا فارس؟ وزنه 69. وزن طارق التايب 69. اوكي الان نروح على بيئه اللعب. انا اللي اعرفه طارق التايب يا طويلين العمر والسلامه كان يعني مركزه صانع لعب،
اي نعم صانع لعب فهجومي، وكانت القدم المفضله عنده يا طويلين العمر السلامه اليمين، اللي اعرفه انه اليمين. طيب ممكن اذا كانت اليسار اعتذر يمديك انت تعدلها. الان خلينا نضبط الطاقات، انت تحط الطاقات اللي تبغاها، حط الطاقات كلها كلها اي شيء حط. انا قاعد احط طاقات ممتازه عشان يطلع بعدين في النهايه وما استعرض لكم اياه بشكل ممتاز. هذا شيء جدا مهم بالنسبه لي طبعا، انه في النهايه تطلع طاقات ممتازه. حلو حلو. المراوغه نزيدها، التقويس نزيدها في هذا الوقت اللي احنا نضبط فيه الطاقات. ابغى منكم طلب صغير كلكم اللي تشوفوا ذا المقطع، انكم تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى نبينا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، واللهم بارك على نبينا محمد وعلى ال نبينا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بالله خسرت شيء يوم رددتها؟ والله ما خسرت شيء، وبالعكس كسبت يعني حسنات، وهذا شيء جدا عظيم. الشيء الآخر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم وتوب إليه، استغفر وسبح، استغل وقتك، اشغل وقتك بذكر الله، والله والله بذكر الله تطمئن القلوب. أنا مو مقطع تطوعي، لكن لين ما نخلص الطاقات خلينا أقدم لكم شيء تستفيدوا منه أنتم. شايفين كيف؟ أنه أنا ما أبغاكم بس تستمتعوا وتلعبوا كورة وزي كذا، لا، أبغى أقدم لكم شيء أنت تستفيد منه وتأخذ منه حسنات. شيء جدا مهم لي أنه الكل انه يكون ما هو مقصر ان شاء الله بحق عبادته يعني، ولا ينسى ذكر الله، لانه الا بذكر الله ايش؟ تطمئن القلوب. حلو حلو. طيب ما علينا في حارس المرمى، خلاص ضبطنا طاقات وعاد بعدين انت تزودها زي ما تبغى. الان نخش على الراس، فهو في شويه شبه بكل امانه، خلينا نتاكد تقريبا كذا ممتاز درجه اللون والبشره. ف أنا أشوف كذا شوية مناسب، أيوه هذا الشكل. حلو حلو. طيب الحواجب بهذا الشكل، العيون شوية مغمضة، كيف؟ أيوه كذا. أوكي الأنف بهذا الشكل، الأشياء ذي الباقية بنفس الشكل تقريبا، ما فيها أي تغيير. طبعا طارق التايب الميزة الجميلة اللي تعجبني فيه إنه ما عنده شعر شنب وزي كذا، فهذا يريحني أنا كصانع محتوى، يصير بس نحط له شعر بسيط يعني كذا، نحط شعر نفس شعره في الحقيقة. فتقريبا طارق التايب شعره قريب من ذا الشعر، لكن في شعر أقرب بكل أمان لشعر طارق التايب اللي هو هذا تقريبا. هذا هو، اي نعم هذا هو أقرب شعر لطارق التايب. اي نعم خلاص تأكدنا منه وضبطناه. الشوارب نفس ما هي، القميص بالخارج. خلينا نشوف، خلينا نلبس البوت ازرق كذا، يطلع شكله جميل والله. طبعا لا ما نبغى ضيق، نخليه عادي والحركه طبيعيه. على العموم الان خلصنا من اللعب وكل شيء، الحين ايش تسوي بعد ذا كله؟ تروح على تقدم، خلصنا من التفاصيل وكل شيء. الان عشان اثبت لكم انه اللاعب موجود، نروح اول شيء لتشكيلات الفريق. حلو حلو، روح لتشكيلات الفريق. طبعا ممكن يجيك الهلال على طول، فخلينا نروح للهلال للزعيم. هذا هو الهلال. حلو حلو. طيب بسم الله، كاريلو، كويلار، الفرج، تشكيله الهلال. اوكي هذا هو طارق التايب. طبعا بقول لكم شيء بسيط، اذا لسه انت واصل ذا المقطع، ترى بعد راح اوريكم كيف تنقل اوس بشكل كامل للنادي الاهلي، لاني قد قلت لكم سابقا. فخلينا الحين نودي طارق التايب هنا. هذا هو طارق التايب، خلاص زي ما انتم شايفين موجود في الهلال. ان شاء الله انكم استمتعتوا في الشرح. خلصنا من قصه طارق التايب، خلونا نروح الحين قصه عقد صامويل اوس وكيف يكون عندك في الكارير بشكل دائم. اول شيء تروح تعديل الفرق، بعدين انتقالات الفريق، مع انه هو خلاص بيترك الاهلي في الحقيقه تقريبا، بعدين تروح على الاهلي، راح تلقى الكابتن صامويل اوسو، هذا هو صامويل اوسو، تروح تضغط على اكس، توديه اي نادي، مثلا توديه للشباب، اوكي؟ ودينا للشباب، تضغط على اكس ترجعه للنادي الاهلي، اوكي اوكي، لازم تسوي ذي الحركه، بعد ما تسوي دائره، خلاص اضفنا اللاعب لناديه، ايش تسوي؟ تروح العب، تروح مهنه جديده، وبعد ما تسوي مهنه جديده تروح لاستخدم التشكيلات الحاليه. لازم تسوي استخدم التشكيلات الحاليه وخلاص راح يكون اللاعب عندك باذن الله. فان شاء الله استمتعتوا في الشرح، سويت لكم شرحين في مقطع واحد، فعلموني اذا حابين نستمر في الشروح وزي كذا، اكتبوا لي تحت في التعليقات وعلموني مين الاسطوره القادمه اللي تبون يسوي لك شرح.
يعني مين عندكم؟ في اسماء كثير اساطير اقدر اسوي لهم شروح، وان شاء الله اني احاول اضبطهم احسن واحسن من ذي المره. فيا ليت ما تنسوا تكتبوا لي في التعليقات، هذا شيء جدا 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 مهم. وبس شكرا لتابعه المقطع. فارس فارس اوفيشال، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العظيم، وتوب اليه. لا اله الا انت سبحانك كنت متظالمين. حسابات في مواقع التواصل راح تلقوها تحت في الديسكربشن. يلا نشوفكم على خير، مع السلامه.